بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الجمعة، أحلى يوم، أفضل يوم. اليوم حلقة الرد على التعليقات. كثير ناس تسأل، اللي حاب يرسل سؤال إخوان الكرام على واتساب القناة 00974505045. حياكم الله أعزائي المشاهدين. أختنا الفاضلة أم ياسر من غزة العزة، غزة الحبيبة، فلسطين، جزاك الله خير، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. بالله عليك يا دكتور أن تدعو لابني يسري بالذرية الصالحة، وبارك الله فيك. جزاك الله خير أم ياسر على تواصلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة أن يرزق ابنك يسري بالذرية الصالحة. قولوا آمين أعزائي المشاهدين، وادعوا لأخونا الحبيب يسري أن الله سبحانه وتعالى يرزقه بالذرية الصالحة. وحياك الله أختنا الكريمة أم ياسر. والله أسئلة كثيرة، إن شاء الله نلحق عليها. عبد العزيز، أريد أسألك سؤال، لماذا الله إله ظالم؟ لما يظلمنا في الدنيا ويضيق علينا الرزق حتى نجوع وندور جوعة ونتضور جوعة، تكون الحياة مثل الجحيم بل أشد عذابا، وهناك أناس يعيشون قمة الرفاهية وهم زناة عصاة، ونتيجة هذا الظلم الإلهي نكون ضعفاء في كل شيء، قل لي لماذا؟ الأخ قناة وطن. الأخ قناة وطن حياك الله. شوف، للأسف أن كثير من الشباب قاعدين يسخطون على الله سبحانه وتعالى، يكفرون بالله سبحانه وتعالى، الإلحاد قاعد يزيد، يعني خذوا أعزائي المشاهدين ما تشاءون من الكفر اللي صار صريح في هذا الزمن اللي احنا فيه. بسبب ايش؟ بسبب ان احنا يا اخي احنا ما لنا خص، ودع الخلق للخالق وخلي الناس في حالها ولا تتدخل، وطبعا صمت رهيب من الحكومات اللي ما في حد فيهم يبي يتحرك لجل إنقاذ شبابنا. يعني الآن عندنا حكومات عادي عادي تشوف شبابها يكفر وبالعكس تشجعهم وتحميهم وما تقول شيء عنهم وما لا تتكلم. يعني الآن يطلع واحد يستهزئ بالإسلام ويستهزئ بالدين ولا حد يكلمه، لو واحد قال حرف عن الحاكم ودوه ورا الشمس والعياذ بالله. عموما أخوي الكريم قناة وطن، حاب أن أرد عليك وأقول لك، ترى الله خلق الدنيا من أجل إيش؟ إسعادك وإسعادي وإسعاد كل البشر. كل اللي أنت تشوفه، الكلام اللي حضرتك أنت تقوله إنه والله ليش الله مجوعنا ومضيق علينا، هذا لأن إحنا أخفلنا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا لما شفنا الحرامي يسرق قلنا لا 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 لا، ما لك خص، لا تتدخل بلادهم وكيفهم. نعم، احنا نشوف الدول العربية الحاكم وحاشيته وعيال عمه، ونشوف الوزراء يسرقون سرق في البلد ولا حد يتكلم. واذا واحد فينا من الصغار كبر وصار فوق مسؤول، هو ايضا قام يسرق. طب هل الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا لاجل ان هذول يسرقون، ولا لاجل ان احنا نسكت عنهم؟ لا، الله خلق الدنيا لاجل ان الكل يوزع، ما كل الثروات هذه توزع بالعدل. انت لعلمك لو انت تطبق شرع الله، وموجودين في دول تطبق شرع الله، وموجودين عند ناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما كنت حصلت رجل فقير. فلا تتهم الله اخوي الكريم، ترى كلامك اذا انت امنت فيه هذا كفر. انت اذا درست الاسلام عدل، الاسلام امرنا بالصدقة، الإسلام أمرنا بالزكاة. أنت تعرف إيش معنى الزكاة؟ أنا مرة سويت حلقة قديمة وكانت غريبة، يا رب يا رب أن نحصلها، 2008. هل تعلم أن التاجر اللي يمنع الزكاة لابد أن ولي الأمر يحاربه وغصبا عنه يأخذ فلوس الزكاة منه؟ تعرف ولا ما تعرف؟ هل تعلم أن أنا مرة في حلقة تدري إيش قلت؟ قلت لو أن في منطقة مثلا نقول القرية هذه قرية فلان بن فلان، قرية مثلا فيها 1000 نسمة، وأغنياء وعندهم فلوس، وجاء وقت الزكاة وزكواتهم مثلا نقول 1,000,000,000، وجاء الحاكم قال لهم طلعوا 1,000,000,000، قالوا لا ما نطلع 1,000,000,000، يا ناس طلعوا 1,000,000,000، ما نطلع 1,000,000,000، يا ناس هذا فرض الله طلعوا 1,000,000,000، احنا ما نبي نزكي.
هل تعلم ان لو الحاكم يطبق شرع الله تدري ايش يسوي؟ يجيب طيارة حربية فوقهم ويقول لهم قدامكم 5 دقائق اذا ما راح تدفعون المليار الزكاة اللي عليكم بنزل قنابل عليكم الان وببيتكم بيت. تعرف شرع الله ولا ما تعرف اخي العزيز؟ هل تعلم ان ابو بكر الصديق قاتل مانعي الزكاة؟ تعرف ولا ما تعرف؟ مين ابو بكر الصديق؟ اطيب انسان، ارق انسان، الانسان الطيب الهادي، لكن قاتل مانعي الزكاة. تعرف اخوي الكريم؟ لان احنا لو عايشين في زمن، واقرا سيرة، انا انصحك اخوي اللي انت قاعد والعياذ بالله تسخط على الله، اقرا سيرة الخليفة عمر ابن عبد العزيز، يقول لكم كانوا يدورون واحد يعطونه صدقة ما بحصلين، يقول لك ما بحصلين واحد فقير. فاخي العزيز انت السبب، انا السبب، كلنا السبب، لان خلينا الحرامي يسرق، احنا خلينا الحكومات تطغى، خلينا الحكومات تبيع مخدرات على الشعوب، تبيع خمور على الشعوب، خلينا الحكومات تسرق الشعوب، خلينا الحكومات تنشر البطالة وتنشر الدعارة، وسكتنا، ولما سكتنا زاد الظلم، ولما زاد الظلم بدل ما نشيل الظلم عن من رؤوسنا قلنا الله السبب. لا حبيبي، الله مش السبب. أكرر لك هذا الكلام، الله خلق الدنيا لأجل إسعادنا، إسعادنا لأجل أن كلنا متزوجين، كلنا مرتاحين، كلنا عندنا بيت، كلنا عندنا وهكذا، كلنا مرتاحين في الدنيا إذا طبقنا شرع الله صح. أخي العزيز فكلامك مردود عليه، وأتمنى كل الشباب اللي يقولك أنا ما قدرت أتزوج وأنا ما قدرت ما أدري إيش، كله بسبب الحكومات الظالمة. إخواني الكرام، فأرجوكم أرجوكم فكروا صح ولا تخسرون دينكم يا شباب، لا تخسرون دينكم، لأن كثير منكم قاعد والعياذ بالله يسخط ويكفر. ما أدري، حنة، واحد اسمه حنة، ما أدري هو حنة ولا، المهم الحكام الغرب لا يخونون أوطانهم مثل حكام العرب الفاسدين الذين يعبدون الكراسي. حاب أرد عليك أخوي حنة، وهو في خيانة عند حكام الغرب أكثر من أنهم يستعبدون شعوبهم. هل تعلم أن حكام الغرب يطبقون أنظمة فيها استعباد للشعوب، وفيها إيش يعني والعياذ بالله إدخال شعوبهم إلى جهنم؟ الغرب هذا، الحكام اللي أنت تتكلم عنهم، حكام فاسدين لدرجة أن يعرفون أن هناك مافيا لبيع الأسلحة، مافيا لبيع الأدوية. تعلم هذه الحكومات والحاكم أنها حكومته تفتعل حروب من أجل المصالح، حكومته تقتل من أجل المصالح، حكومته تخلي المواطن عنده، نقول مثل المواطن البريطاني ولا الأمريكي ولا الهولندي، يقترض طول حياته من بداية ما يطلع من بطن أمه إلى أن يموت وهو ماخذ ديون على رأسه. هذول الحكومات اللي أنت ما تتهمهم حضرتك، اللي تقول والله أنهم ما خانوا أوطانهم، هذول خلوا شعوبهم مثل الحمير والحيوانات، من يوم السبت في الليل كل مثل الخنزير راقد في الشارع، يسكر ويلعب ويعربد ويرقد معه. هذول الحكام اللي انت تقول ما خانوا أوطانهم خلوا 90% من شعوبهم أبناء زنا. أكمل ولا ما أكمل؟ هذول اللي انت تقول ما خانوا أوطانهم خلوا البنات عبارة عن بضاعة، نشروا الدعارة ونشروا الفساد. هل تعلم أن هالحكام يدخلون بعلمهم ورضاهم كوكايين ومخدرات وحشيش على أجل أن يسطلون الشعوب؟ خلني ساكت أخوي حنة، يعني لا تقعد حضرتك تقول نعم حكامنا خونة، حكامنا كذا، وهم أخوان منهم، هذا كلهم عصابات يا حبيبي، كلهم عصابات. لا تصدقون هذا الحاكم البريطاني يقول لك أوه شوفوا واقف في طابور، واقف في طابور وفي المقابل يسرقون الأنجاس، خيرات أفريقيا وخيرات الشعوب، ويقتلون الشعوب وينشرون. هذول لو ما يخونون أوطانهم وما يخونون شعوبهم ما كانوا سمحوا بزواج رجل من رجل وامرأة من امرأة، وما سمحوا بالبلاوي الزرقاء اللي تحدث. أخوي حنة خلني ساكت يا حبيبي، لا تدافعون عن الغرب، لا تدافعون عن الغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلا يعني مفاهيم خاطئة موجودة عندنا. هذا أخوي الحبيب من الأردن، دكتور عندي سؤال وآمل منك الإجابة عليه لو سمحت غدا، وطبعا طرشي السؤال أمس وفعلا سؤاله جدا مهم وحبيت أن أرد عليه اليوم، يمكن هذا أسرع واحد واسطة يعني ما علي اسمحوا لي واسطة يعني، لكن سؤاله مهم.
السؤال هل هو ندرة يعني قلة وجود المذيعات المحجبات في القنوات الإعلامية العربية أمر مقصود؟ أقصد هل يراد به وضع نساء غير محجبات ومتبرجات بهدف لفت نظر الشباب إلى هذه القنوات الإخبارية، وبذلك يزداد عدد مشاهدي تلك القنوات وتشتهر تلك القنوات بسبب وجود مذيعات متبرجات في قنواتهم؟ جزاك الله خير أخوي على هذا السؤال. طبعا أنا تكلمت من زمان عن هذا الموضوع أخوي الكريم. هي مش قلة عدد المحجبات، لعلمك أصلا وشرعا المفروض لا تظهر المرأة بتاتا في القنوات الإخبارية ولا حتى في القنوات العادية. يعني أنا بسألك سؤال، نشرة الأخبار ما يقدر يقراها رجل؟ لا يقدر يقراها رجل، يقدر يقراها رجل، لكنهم طبعا من أجل ترطيب الجو، من أجل أن يفتحون نفسك أنت كمشاهد، ويحطون رجل جنب امرأة. ليش؟ بهدف أنه مثل أختي يشجعون على الاختلاط ويطلعون لكم امرأة فاتنة ومكياجها جميل ومكياجها حلو بهدف أنه يلفت انتباهك. ولاحظوا كثير من القنوات تجيب المرأة لابسة أحيانا فوق الركبة وعريانة وتحط رجل على رجل وتلبس الضيق وهكذا. ليش؟ بهدف نشر الفتن ونشر الفحشاء وتعويدكم على إيش؟ على الحرية، حرية المرأة، حرية انطلقي. يعلمون الشياطين إخواني الكرام، شياطين، هذه كلها رسائل إعلامية شيطانية. يعني إحنا ليش وركزوا دائما مذيعة الطقس دائما يحط لك جسم مذيعة الطقس ويركز على خلفيتها ويركز على سيقانها ويركز، شياطين. يعني أنا أقول لكم ما في داعي لأي قناة إخبارية، والجزيرة من ضمنهم عشان لا تقعد تطلع حضرتك تتكلم، الجزيرة من ضمنهم. وأنا سويت حلقة عن الجزيرة وتكلمت وانتقدت بعض المذيعات ولبسهم الفاتن. احنا لما نقول قناة الجزيرة قناة راقية، لما يطلعون بنات يلبسون فوق الركبة والضك على يعني على خلفيتها وضيق، شنو هاي؟ وين الإعلام الراقي؟ شنو الرأي والرأي الآخر؟ لا 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 عبد العزيز، لا 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 مش الرأي والرأي الآخر، الجنس والجنس الآخر، نعم رجل وامرأة. فأخوي العزيز الجنان أرد عليك، لا يوجد داعي لإظهار المرأة كمذيعة أخبار، مذيعة طقس، أو حتى مذيعة عادية أو في قنوات عادية. المرأة يجب 100% تماما ما تظهر في الإعلام، حتى لو كانت محجبة، حتى لو كانت محجبة لن تسلم من القيل والقال وكلام الرجال. يا ما احنا نسمع شباب حتى المذيعة محجبة، والله جميلة، والله حلوة، والله خشمة حلو، واو، وهي محجبة. سؤال بسألك، يعني نشر الأخبار الحين لما أقول لكم قام العدو الصهيوني بقتل كذا كذا، شو الفرق لما أقرأ أنا وتقرأ واحدة مذيعة؟ ما في فرق، أنت وصلتك المعلومة، لكن الفرق نشر الفاحشة ونشر المنكر والتشجيع على الاختلاط. حسبي الله ونعم الوكيل. عرفت أخوي الكريم؟ هذا واحد اسمه OSED. سلام، أنا مستغرب أنك يا أنصاري تنحدر إلى هذا المستوى من السفاهة بالحديث عن العائلات التافهة وعديمة الأخلاق. لدى الأمة الإسلامية والمسلمين قضايا أهم من أشغال وقتك وقتنا بالحديث عن التافهين والتافهات. هؤلاء موجودين فيما عصر وزمان، حتى في زمن الرسول ذوات الرايات، وهؤلاء لا يغيروا شيئا بواقع المسلمين، لا إيجابين ولا سلبا، ولا يجب أن نعيرهم اهتماما. أولا لا تطلع كلام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا موجودين رايات ولا مرات وخرابيط والكلام الفاضي اللي ينقلون أعداء الإسلام. ذوات الرايات موجودين قبل أيام قريش، أيام مكة، وقبل الإسلام، عرفت؟ وحتى لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود كان ضعيف، والمسلمين 2 أو 3، لكن المدينة المنورة الحمد لله رب العالمين كان مجتمع فاضل. وإذا حدثت أمور بسيطة فهي بسيطة مش علنا وموجودة، فتأدب ولا تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجهل. هذا واحد. الشيء الثاني، هذا يقصد الحلقة اللي أنا سويتها عن العائلات اللي تطلع في اليوتيوب، كل واحد يطلع زوجته، وفي التيك توك ويطلع أمه ويطلع أخته، وبما يسمى الروتين اليومي. أنت تقول هذا شيء تافه، هل تعلم أنت التافه يا تافه؟ هل تعلم أن كثير من الناس قلدوا اثنين، رجل وامرأة، اطلعوا واشتهروا ودخلوا فلوس، صاروا 10 و20 و30 و100؟ أنت ما تعرف أن الفحشاء والمنكر مثل التفاحة الفاسدة؟ إذا احنا سكتنا عن الشيء
التفاحة الفاسدة هذه تخرب الصندوق كامل. لا تتكلم بجهل، تفهم ولا ما تفهم؟ كثير من الناس لا هذا الموضوع مش مهم. مهم مهم، هو بدأ صغير والآن صارت ظاهرة، كل واحد يطلع هو زوجته، كل واحد يطلع هو أخته، قلبوا الناس خنازير. لا ننكر عليهم، ما نعلمهم الصح والغلط، تقول هذا شيء تافه؟ لا والله أنت اللي تافه. لمتى احنا بنقعد نتكلم بجهل؟ لا تتكلم بجهل يا يبا، لا حول ولا قوة إلا بالله. موضوع خطير ومهم، لأن عري بنات المسلمين أهم من 1000 قضية وقضية موجودة عندنا. امرأة مسلمة تتعرى وتقول لي هذا شيء تافه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من نزعة الخير احنا من عندنا نشوف بنات المسلمين عرايا ونسكت؟ لا والله ما نسكت. برامج التافه هذه اللي تطلع من أجل المال، أنا خلي أحزم بنتي، والله ذاك اليوم واحدة تحزم لبست بنت حزام الرقص هذا لأجل أنها ترقص وتسخل فيها عشان الفلوس. شنو هاي؟ نسكت؟ لا والله ما نسكت. تافه؟ لا والله مش تافه، مش تافه يا يبا. حسبي الله ونعم الوكيل من الأفكار الغبية اللي عند بعض الناس. هذه واحدة اسمها بنت الخليج، أزعجتيني ترى، أنا والله ما أعرفك، أول مرة أشوف تعليقاتك. بعدك خايف ترد على رشيد حمامي وهجومها الشرس على الإسلام، ولا مرة رديت وعلقت على كلامي، سبحان الله. ها أنا رديت عليك عشان ترتاحين يا بنت الخليج. وبعدين أنا دخلت على بروفايلك عشان أعرف أني أنا متى شفتك، أنا لا شفت تعليقاتك. ترى أنا ما أخواني الكرام، ترى مو بكل التعليقات أقراها، يعني أحيانا في فيديوهات 7-8 آلاف تعليق، ترى مو بكل التعليقات أقراها يعني. عموما بنت الخليج هذه ليش تتشرد من الرد على المتنصر رشيد حمامي؟ كم مرة أطلب منك تسوي حلقة عن اللي ينشرون ما أدري إيش قالت بعدين، وما قدرت. تعليق آخر، وما قدرت للحين ترد على المنتصر رشيد حمامي. والله يا بنت الخليج يعني شكلك أنت من 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 شكلك أنت تنصرتي، شكلك أنت يعني ممكن لا دينية، شكلك أنت ما أدري وين توجهك وتقولي لي أرد على رشيد حمامي. أنا أول شيء رشيد حمامي أعطيك معلومة ما تابعه، وأنا ما عرفته إلا ذاك اليوم قالوا والله سوى مناظرة، فقال سألت مين رشيد حمامي، قال والله هاي واحد متنصر ومدش، وحتى المناظرة ما تابعته. عرفتي أختي الكريمة؟ طبعا إذا أنت لا دينية أو إنسانة ملحدة أو شيء، فأنت لا أخت كريمة ولا أختي ولا عرفت شيء. لكن أنا حاب أرد عليك، يعني أنا إنسان، أول شيء أنا إنسان مش تخصصي التناظر في الأديان، يعني أخونا أحمد سبيع الله يفك أسره وينتقم من السجنة وينتقم من بلحة، هو متخصص مثلا، وفي عدة أشخاص متخصصين في إيش، في أمور المناظرات ما بين الأديان، أنا مش متخصص في الأمور هذا. واحد الشيء الثاني، أنا متخصص في الأمور الاجتماعية والعلمانية وأمور الزواج، والحمد لله الأمور اللي أنتم تتابعوني تعرفوني فيها. وبعدين هجوم الشرس، أي شرس يا بنت الحلال؟ والله والله أنا أقول لكم لو إحنا يسمحون لنا فعلا اليوتيوب عادل ووسائل التواصل عادلة، هذول ما يأخذون 5 دقائق يا بنت الخليج، هذول ما يأخذون 5 دقائق. شوفي أنا إش كثر مسوي حلقات عن العلمانية وعن وعن وعن، أتحدى لو واحد سوى مقطع ورد عليه، ما يقدر يا يبا، ما يقدر، لا يجرؤ إنه يرد. والمقاطع اللي ضدي كافر زنديق وما أدري، يسب وشتا سب وشتمو، لا يا يبا تعال تعال كلمني، كلمني عن حقوق المرأة، وكلمني عن الظلم، وكلمني عن ما يحدث في الغرب، وكلمني. ما تقدر يا حبيبي ما تقدر، لأن هذه حقيقة واضحة وضوح الشمس. فهذا يقول لك هجوم شرس على الإسلام. أعطيك معلومة يا بنت الخليج، الإسلام دين ولا غلطة، ولا غلطة، مش لأن ديني، لأن الله هذا دين الله منزله علينا ونزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا آمنا بالله سبحانه وتعالى وآمنا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يا يبا هذا ما يأخذ 5 دقائق، هذا لو يقعد مع علماء أفاضل ما يأخذ 5 دقائق. أنا أقول لكم لو اليوتيوب ينصفنا أنما واحد يقعد يشتمني ويشتم الإسلام ويشتم كل حاجة، اليوتيوب يخليه. أنا أقول كلمة تحذف مقطعي وبعدين تقول لي أنت ما رديت، وبيخليني أرد؟ فيعني أساليب النظر بعين الدجال هذه لا تنفع للأسف. فلا لا تستنسين رشيد حمامي، ما رشيد حمامي هي، وأنا لا أعرفه ولا بيعرفه، وإذا عرفته صدقيني ما يأخذ 5 دقائق. عموما اخواني الكرام نكمل الاسئله. هذا واحد اسمه قبل 4 سنوات،
انت قدوة والمشكلة دكتور وشخص مسلم، اوكي شكرا. وبعدين والمشكلة الاكبر ان لفظك جارح، وما يصير يعني، يعني هو يتكلم عن الفاضي يقول لي لفظك جارح. حاب ارد عليك اخوي، قبل 4 سنوات تعرف الصقر، الصقر يسمونه طير جارح، فالصقر لازم يكون جارح، عرفت؟ اتمنى اكون انا رديت عليك اخوي الكريم. هذا واحد اسمه ابو ياسين، السلام عليكم ورحمه الله، عليكم السلام، اني اؤاخذك يا اخ عبد العزيز على هذا المقطع، المقطع اللي انا سويته عن اعزكم الله الككاء اللي يسوونه على الفاكنستات وياكلونه، على هذا الذي نشرته خصوصا وانت متابع من الاف المتابعين. هذا الامر مقرف رغم انه موجود على اليوتيوب، فان السواد الاعظم من الناس لا يعرف بوجوده ولا حتى قد سمع به من قبل، وانت بهذا الفيديو ارشدت الناس اليه، وبالتالي فانت مع كل احترامي لك تقوم بدعايه ببلاش لهذا المنكر. اقترح عليك ان تحذف هذا الفيديو وتستغفر الله عز وجل بعد مشاهده هذا المقطع، وذهبت استطلع الامر على اليوتيوب من شده القرف، لم اقوى على فتح فيديو واحد، واصابني مغص في معدتي وانقباض في نفسي لمده 2 يوم، غفر الله لك. جزاك الله خير ابو ياسين، يعني اسمح لي يعني انا سويت لك مشاكل، يعني صاد انقباض، ان محاربه الفساد والمنكر، ركزوا على هذا الكلام، ان محاربه الفساد والمنكر يكون بتجاهله وتركه وليس بالترويج له، هذا موقفي ولكم واسع النظر. شكرا اخوي الحبيب ابو ياسين، واسمح لي انا سويت لك انقباض وقرف وهذا، لكن اخوي الكريم انت قلت كلام عظيم عظيم عظيم، قد انك انت ما تعرف معناه المنكر، لا تقول لا تجاهله، هذا الكلام الخطير اللي يقول لك اميت الباطل بالسكوت عنه او اميت المنكر بالسكوت عنه، انا ياما صححت هذا المفهوم، المقولة الصحيحة اميت الباطل باجتنابه مش بالسكوت عنه، لا يا حبيبي بالقزمة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أخوي أبو ياسين شو يقول؟ من رأى منكم منكرا فليغير بيده أو بلسانه، مو بتيجي تقول لي حضرتك لا 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 المنكر خله واسكت عنه، من قال؟ من قال يا أبو ياسين الله يهديك؟ هذا الكلام لا يجوز. وبعدين أنت تقول لي والله يا أخي عبد العزيز هذا موضوع إحنا ما كنا نعرفه مقرف، لازم تعرف أخوي الكريم، كثير من شبابنا منخدعين في الغرب، شوف هذا الأخ اللي قال والله حكام الغرب ما يخونون وطنهم، لا يا حبيبي احنا لابد نفضح هذا الغرب. أخي العزيز هل تعلم ان في ناس يعبدون الغرب؟ هل تعلم يا أبو ياسين ان في عندنا بنات تتهم الإسلام ضيق علي، الله ضيق علي بالحجاب؟ انزين هذه اللي راحت وكلت الككاء هذا شنو؟ اللي حطوها في فترينة محل عريانة. فأخوي أبو ياسين أنت وأمثالك كلامكم غلط، لابد أن نحن نتكلم عن المنكر ونفضحه من أجل أن نحن 1 نجتنبه، 2 أنا ايش قلت في الحلقة؟ قلت عيالكم بناتكم في 5 ابتدائي في 1 اعدادي، أنا خاطري إذا كبرت أصير فاشينيستا، أبي الناس تصور معاي، هاي الفاشينيستات. الفاكنستات وين دخلوا فلوس؟ من الدعارة واللعب وأكل الككاء. الآن أنا أرجوكم كل واحدة تشوفونها وعندها فلوس قولوا لها أنت ما حصلتي فلوس إلا لما أكلتي الخرة. عرفت يا أبو ياسين؟ فلا تقول لي والله يا أخي لا وإحنا انقرفنا، لا يا حبيبي لازم تعرف ما يحدث في الأمة، لا تكون إنسان سلبي. لابد ان احنا نعلم كل ما يحدث في الامه من مخططات ومن مصايب ونفضح هذا الغرب. وليش انا اقول لكم دائما في 5 دقائق لو عندنا امبراطوريه اعلاميه، في 5 دقائق هذا الغرب يركع، والله يركع، والله لا يدخلون في الاسلام افواجه اذا احنا علمناهم الحق. ولكن وين 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 يا اخوي ابو ياسين؟ انا صار لي 5 سنوات كما الحين من 2008 يحسبوا في الإعلام، طبعا في الأمور الاجتماعية من 28 سنة، لكن في الإعلام بديت من 2007. حد اتصل؟ حد من رجال الأعمال قال والله تعالوا خلينا نسوي شيء؟ يا ولد الحلال يا أبو ياسين لا تقلب مواجهة، الله يرضى عليك، فهذه مفاهيم خاطئة عندك، أرجو أنك أنت تصححها. هذا بنت الخليج خايف رشيد، بنت الخليج يبقى روحي دشي يبقى المطبخ، سيري ربة بيت، تزوجي، انجبي عيال، اطبخي حق زوجك وعيالك، واكرمي نفسك،
ترك عنك الاضراط والكلام الفاضي. ورشيد حمامي مع حمامي، والله رشيد واحد اسمه حمامي، واحد اسمه حمامي، رشيد حمامي، هذا وين في خير يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عموما اخواني الكرام، واحد اسمه ربر فرج، ربر ما ادري ربر شنو هاي، هذا واحد يقول تمنيت اني اعرف هل تحمل شهاده الابتدائيه يا دكتور؟ يوديك البحر ويرجعك عطشان، يوديك البحر ويرجعك عطشان. البحر ما هذا الذكاء، لا يقول هذا المثل الا دكتور في مستواك. بحر وعطشان يا عبقري، يا يعني لا تخلينا فشلك يا ربر يعني وفرج، لا تخلينا رد عليك رد. هذا مثل معروف، يوديك البحر ويرجعك عطشان. البحر المقصود مش البحر المالح يا حبيبي، لا تخلينا غلط عليك. تأدب وانت تكتب، مسوي نفسك بالعريف انك انت صدني يعني انا مؤلف المثل. يوديك البحر العذب، المقصود فيه ان هذا الانسان يوديك مكان مثل البحر فيه ماي وما تقدر تشرب منه وترجع عطشان، يعني على كثر الماء اللي موجود انت مو بقادر تشرب منه شيء. وانا هذا الكلام قلته عن ياسر الحبيب، لا عفوا هذا ياسر الزق هذا الحلم قاتله الله، عن الدكتور طارق الحبيب قلت عنه انك انت تتابعه ولا تستفيد منه شيء ولا تطلع بنتيجه، مثل البحر، بحر امامك، بحر ماء عذب تطلع منه وما تطلع بنتيجه. هذا مثل معروف، هذا مثل قالوها اجدادنا، هذا مثل. روح يا حبيبي، روح بيع بصر، يلا 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 فارق ان شاء الله يتفلسف يعني انه صاد علي ذله يعني. هذا ايضا يتكلم عن حلقه الككا، واحد اسمه حلو هاي حلقه الككا يا اخي، والله وين تجيبون هالسوالف هذه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. محمد مشعان، السؤال: هل الامر يستلزم منك الظهور والحديث بهذا الحدث الذي لا يعرفه احد سواك؟ نفس كلام اخونا اللي من شوي ابو ياسين. اريد ان اعرف لماذا غاحط الف 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 غالبا ويكاد ان يكون دائما المواضيع اما عن امر مقزز او حدث عادي ولكن تتلفظ بالفاظ مقززه. دكتوراه في ايش يا عبد العزيز؟ انت دكتور ويجب ان تترفع عن هذه الامور اخي. بس الأخ محمد مشعان، لما تأكل همبرجر كل همبرجر وانت ساكت، كل همبرجر وانت ساكت، هذا قدرك. أوكي يلا 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 اللي بعده. يقول لك والله لا تتدخل ولا تتكلم، يعني أرد عليك نفس ما رديت على أخونا أبو ياسين. الأخ مروان جميل، هذا أيضا سؤاله جدا حلو، حاب أرد عليه عن حلقة نفس الكك. حول ولا قوة إلا بالله، فعلا أفكار شيطانية يقودها إبليس وأعوانه من شياطين الإنس. والله أخوي مروان جميل، صدقني أخوي مروان إن إبليس الرجيم اللي ما سجد حق آدم ما يقدر يفكر هالتفكير، إنه يجيب امرأة ويخليها تقعد تحت خلفية رجل والرجل يخري عليها وتاكل الككا ماله. صدقني يا أخ مروان، إبليس الرجيم لا يستطيع أن يفكر بهذه الأفكار. أنا أقول لكم إبليس الآن قاعد في زاوية ويضرب راسه في الحيط، يقول شلون البشر اغلبوني في الشيطنة. صدقوني يا ناس إن أثر شياطين الإنس أقوى من شيطان الجن، والله إخواني الكرام ما يقوم به شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن. فأخوي مروان صدقني الشيطان مستحيل يفكر هالتفكير. هذا واحد اسمه همام العمرو، ذابح نفسه، بيموت من التعليقات. يقول لك مالنا ومال شنبك يا رجل، رد بخصوص ترحمك عشرين أبو عاقلة وإعطائها الشهادة. كذلك تعليق ثاني منه: خليت شيرين أبو عاقلة شهيدة وبعدك تهرتق وتكذب. أول شيء ما حد كذاب إلا أنت يا طقعان، وتأدب لما تتكلم لأمسح فيك الأرض، لا أنت ولا عشرة من أشكالك، ترى لا أنت ولا عشرة تهموني، عرفت يا بضرات؟ أنا نعم في أول حلقة كنت أظن أن شيرين أبو عاقلة مسلمة وقلت الله يرحمه ويغفر لها مرة واحدة، ورجعت في نفس اليوم بالليل يا طقعان يا بضرات، عرفت في نفس اليوم بالليل
وقلت حق الناس انا ما كنت عارف انها مسلمه. تعرف ولا لا يا طقعان؟ تعرف ولا لا يا طقعان؟ وانت حتى بنفسك شايف، بس انت المشكله تفكر انك انت يعني صايدني. يعني لا يا حبيبي ما تقدر تصيدني، عرفت يا ابو ضراط يا ابو طقعه، وتقول ان انا كذاب. واتحداك اذا انا قلت عنها شهيده، اللي قالوا عنها شهيده قناه الجزيره، وروح حاسبهم هم. عرفت يا ابو طقعه يا اللي قاعد تكذب وقاعد تفتري ومسوي نفسك انك انت يعني اوه صايدني انا اللي قلت كذا؟ ايش المشكله يا اخي؟ ايش المشكله لما انا اظن ان انسانه مسلمه وترحم عليها؟ ايش مش صدتني يعني؟ فكر ان انا يعني بخاف منك ولا اشكالك يا اخي؟ صدق انك ابو طقعه، الله يرحمه برحمته بس من اشكالك. الاخ علي، ما اتفق معاك ان الزواج حل لمشكله الشذوذ والسحاق. الرجل الشاذ لا يشتهي الا رجل مثله. الزواج ليس حل له لان المراه لا تلبي رغبتها الجنسيه. ونفس الشيء للمراه التي رغبتها في السحاق، الطريقه الوحيده لاشباع رغبتها هي المراه الزواج. ما هو حل لرغبتها لانها ما تشتهي الرجل اصلا؟ طبعا كلامك مردود عليه اخوي علي. لعلمك كل هالامراض اللي تشوفها ما أصبح الرجل شاذ وما أصبحت المرأة شاذة إلا لأنهم حرموا من البداية من تفريغ شهوتهم. أنا أقول لكم، كانوا معاي في المدرسة، في المدرسة كانوا معاي ناس تقريبا، أنا أتذكر والله ثالث إعدادي كان معاي واحد، وعرفت عن طريقة أنه هو العياذ بالله يمارس فعل قملوط مع بعض فسألته ودخلت وياه في نقاشات. والله قال لي أنا أشوف الولد وأرغب الولد أكثر من البنت. تخيلوا هذا الإنسان الآن متزوج وعنده عيال، ويشتم نفسه ويسب نفسه إنه يوم من الأيام والعياذ بالله مارس فعل قملوط. تدرون ليش؟ لأن الشهوة من كثر ما هي قوية يبي يفضي، يبي يفرغ، فيزين للشيطان. ركزوا على كلام أخوكم، يزين للشيطان رجل مثله، يزين للشيطان ويزين للمرأة إيش يعني. شوفوا وزارات التربية والتعليم منعت المرأة المتزوجة أنها تكمل دراستها، قالوا روحي كملي دراستك في البيت، ممنوع تداومين. فلما تسأل تربوي ليش طلعتوا هذا القرار، يقول لك لا يا أخي عيب، عيب أن امرأة متزوجة قاعدة مع طالب يتكلمون في الجنس. فسبحان الله طلعوا هذا القرار الشيطاني، احرموا المرأة المتزوجة من التعليم، فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بالسحاق، وأبدلهم بالشذوذ، وأبدلهم بنات يبوسون بعض شفايف في المدرسة، يكتبون قصائد وغزل في المدرسة، ويعني وما بقول الكل طبعا، بنات عندهم أفلام خليعة. سبحان الله، هذه فطرة الله وضع فينا، فطرة الزواج. فلما نمنع الفطرة يحدث الشذوذ، ويحدث 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 ويحدث. لا تقول لي اخوي الكريم هذا شاذ وهذا ما ادري وهو مريض، لا 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 لا، هذه الامور حدثت لان احنا منعناه من ايش؟ من الحلال. واعطيك انا اخوي ومستعد يعني، ولكن احنا طبعا نستر على الناس، يا ما ناس كنا نعرفهم والعياذ بالله يمارسون هذه الافعال وعندهم شذوذ، ويا ما بنات، والله بنات كانت تقول انا بويا انا مسترجله، الان أحلى بنت وعندها عيال ومتزوجة. يا يبا هذه شهوة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أخوي الكريم هذه الأمور أنا تعمقت فيها 28 سنة، رسالة الدكتوراه في الزواج المبكر. هذه أمراض ما حدثت إلا لأن احنا منعنا الفطرة، تمنع الفطرة تحدث هذه الأشياء. فكلامك أخوي الكريم ما له أي سند علمي ولا حقيقي ولا يعني كلام مردود عليه اخوي الكريم. لا تصدق هذا اللي يطلع اللي يقول لك والله انا الله خلقني كذا والله سواني كذا، والله هذول كلهم كذابين اخي العزيز. انا قاعد اطالع الوقت 32 اخر شيء. ممكن يجي يوم وتذكر فيه اسمي يا دكتور؟ اسمي محمد التلوهي وحفظكم الله. حياك الله اخوي محمد، وهذا انا ذكرت اسمك، واذا انا تاخرت فوالله اسمحوا لي من كثر والله اشوف اسئله وايد، ولكن عدينا الوقت اخواني الكرام. ان شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمة، ويعطيكم الصحة والعافية.